لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. حبيت كيف وانا قاعد في البيت، سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا، وشو صار مش طالع انا بالدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيل باجواء السرعة جلينا، ويلا نعيش مع بلد الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، اجواء السرعة بتفرق مع بلد الجيجا فايبر. في البيت عيش اعلى سرعة انترنت بتكفي كل العيلة مع بالتل جيجا فايبر، اسرع انترنت منزلي. للاشتراك زوروا احد معارض بالتل وجوال او الموزعين المعتمدين او الاتصال على 199، خاضع للامكانية الفنية. من سد الستين بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب، وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من سد الستين بنوفر سوا وبنفرح سوا، ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار، 9000 دولار كل اسبوع، وشهريا 60000 دولار، وفروا اربحوا على طول، وجائزتين بنص مليون، كل جائزة ربع مليون دولار كل 3 شهور. افتحوا حساب توفير أو غذوا حسابكم ب $200 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. لا تدخلوا السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب، يوم عن يوم ثقتكو فينا بتعلى، مشينا معكو الدرب تحدينا كل الصعب، كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى، وصلنا لكل عينة بحب وقلب كبير، دجاج عزيز حكاية إبداع عزيزة حكاية إبداع وتطوير، يلي لما بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنان، دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان. جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة، من لحم الدجاج الصافي، صحي ولذيذ، تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة.
صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتوا عم تسمعونا. تحية الصباحية للجميع وأحلى صباح لأحلى مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، هذا اليوم الثلاثاء 20 من حزيران للعام 2023، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، يا شعبنا شد الحيل قرب يخلص هذا الليل، عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل، شد الحيل يا شعبنا شد الحيل هذا الليل. بالخير والحب وبتحية الوطن فلسطين نحييكم، تحية القدس العاصمة، تحية جنين البطولة، تحية نابلس جبل النار، تحية غزة هاشم، تحية الداخل المحتل، تحيتنا لكم جميعا ولأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال ولشهدائنا الأبرار، وندعو دائما أن يعطي الله الصبر لأمهات شهدائنا وسلوان. أينما كنتم نحييكم من طاقم عمل البرنامج الزملاء خالد نجاس محمد ريان في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ترافقنا زميلة هديل أبو زينة من التنسيق، ومن نريم العمري في الإعداد والتقديم. احنا شعب ما بيها مهما تكتر الصعاب، الاحتلال هو الإرهاب واحنا بدنا حرية، احنا شعب ما بيها مهما تكتر الصعاب، شعبنا الصامد في أرضه. صباح الخير لكل المرابطين والصامدين، لكل من دائما يعني صامد على أرضه، لأنه اليوم الصمود وثمن الصمود والرباط على أرض فلسطين كالقابض على الجمر. صباح الخير لكم جميعا أينما كنتم تتابعوننا عبر شبكة وطن الإعلامية، على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن FM على الموجة 99.2، وعبر موقع وكالة وطن للأنباء على الفيسبوك مباشر. صباح الخير للي معنا عبر الفيسبوك مباشر، وأيضا بإمكانكم المشاركة على أرقام الهواتف 0229-66195 0229-66197. ارحل ارحل يا محتل، في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل، ارحل ارحل يا محتل، في أرضي ما راح تضل، حتى لو سقط مليون شعبنا ما راح ينذل، خطوة خطوة للأمام كله راح يصبح تمام. يعني في آخر أخبار جنين البطولة، جنين التي سطرت بالأمس معركة من أشرس المعارك، وهذا على لسان الاحتلال الذي يعني تفاجأ بما حدث بالأمس من بطولة باسلة في جنين وفي مخيمها. المقاومة جميعها كانت على قلب رجل واحد. ارتقى الشهيد السادس في هذه المجزرة التي ارتكبت بحق أهلنا في جنين والتي نفذها جيش الاحتلال، بالإضافة إلى 100 إصابة تقريبا. ما حدث في جنين هي معركة ومجزرة، وامتدت لساعات طويلة منذ سنوات طويلة، لم تمتد معركة في أي بقعة أو رقعة من الضفة كما امتدت بالأمس في جنين. على مدار أكثر من 5 ساعات تقريبا كان هناك معركة ضارية تحدث في شوارع جنين. 6 شهداء، حيث التحق الشهيد أمجد بالشهيد وسيم الذي ارتقى في 26 من كانون الثاني للعام 2023 في مخيم جنين، وارتقى وسيم في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم جنين التي ارتقى فيها 10 شهداء. إذن ارتفع عدد شهداء مجزرة المخيم إلى 6 شهداء بعد استشهاد أمجد الجعص من مخيم جنين متأثرا بإصابته خلال العدوان على المخيم.
الكرام أستقي عزي ومجدي منك يا نصل الحسام. قد مضيت اليوم دربي سالكا درب الكرام أستقي عزي. شهيد آخر في حسان ارتقى وشيعوه بالأمس أيضا. هذه البلدة قرية حسان التي تقع غرب بيت لحم شيع الأهالي فيها الشهيد زكريا محمد زعول إلى مثواه الأخير، حيث طبعا استشهد متأثرا بإصابته أيضا برصاصة أصابته من الاحتلال في الرأس، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، ونقل إلى المستشفى ولكن تم الإعلان عن استشهاده بالأمس. إذن شهيد يلحق بشهيد في فلسطين وسبعة شهداء مع شهيد حسان. فاليوم عيد لا تقولي مت إني في العلا حي سعيد. فاصبري يا أم بعدي وافكري من للشهيد. فاصبري يا أم بعدي وافكري من للشهيد. إنني يا أم ماض نحو جنات الخلود. إن دأب الحر دوما حين يمضي لا يعود. من يريد الخلد عيشا بالدماء حقا يجود. بالدماء حقا يجود. أمهات الشهداء بالأمس في جنين ودعنا أبناءهن بالدموع والصرخات والقلب الموجوع على فلذات أكبادهن. هذا الوجع المغلف بالعزة والكرامة والأنفة، لأن جنين حقيقة بالأمس ما سطرته من معركة يعني تحدث الجميع بها عن هذا الشعب الموجود في جنين، عن هذه البطولة الباسلة وعن هذا الصمود والتصدي الحديدي لقوات الاحتلال. يا حبيبي قلبي يا ما يلا ودعتك يا حبيبي ودعتك يا حبيبي يا ماك ما شوف صورك يا حبيبي ولا ودعت يا ماك يا حبيبي بنتك يا ما خليتها يا حبيبي أقول لك يا حبيبي روحي يا ما بنتك يا ما يا حبيبي يا ما يا حبيب قلبي يا ما يا حبيب روحي يا ما إيه حبيبي كفك في أمه دمعك وافرحي فاليوم عيد. لا تقولي مت إني في العلا حي سعيد. فاصبري يا أم بعدي يا صاحب صبر الجميل. سلامنا في جنة الفردوس يرثيك والدك الأبي مفاخرا في البر والإحسان مثلك لا بعدين ما يقول لك إنه إسرائيل هذول يهود هذول مستهودين أوروبيين مستهودين.
بدلي يا ريت يمي بدلي عيدوني يا لك يمي شاهدي يا لك يا ريت يمي بدلي يا ريت يمي بدلي أكبر الله الله أكبر الله. كان مرضي والدين ومرضي من جميع الشباب والأحباب، يعني كان شاب خلوق وطيب، وعلاقته بالمخيم بالشباب أكثر من علاقته بأهله. يعني أنا ما شفتوش أكثر مرة، شفته اليوم أكثر مرة بشوفه بيها. يعني بنقول كثير عمره 18 سنة، بدأت الهبة هاي من 3-4 سنين، يعني بالليل النهار بشوفه ساعة نص ساعة. اليوم يعني وصل للدار تقريبا 12، الواحد يطلع أنا خبر استشهاده الصبح. كان يعشق شباب المخيم، وشباب المخيم بحبوه باحترامه طبعا بخلقه وبالأشكال المجاهدين كلياتهم. والله هو أجع على الدار أفطر صلى الصبح حد العلم أنه نام، يعني على 25 دقيقة بالضبط أجاني تلفون أنه قايس يصوب براسه الحرف الواحد. أنا ما صدقتش، صرت صيح أمي بتقول لي لا نايم، قيس بتقول لي هسه صلى الصبح نام، روح على فشته فش فشته. ضلينا نرجع المستشفى له قدامنا مركب الطوارئ. دخل العمليات على مستشفى الرازي، قالوا بعد العملية إن شاء الله استقر الولد ووقف فيش عنده نزيف، أخذ 3 وحدات دم. والله قالوا روحوا تريحوا من هنا 72 ساعة. وصلت الدار بعد ساعة ساعة ونص تقريبا، قبل يعني بعد صلاة الظهر، صلاة الظهر وأنا صلي الظهر. إذن جنين سطرت بطولة ومعركة باسلة، الاحتلال تورط في جنين، هذا ما قالته وذكرته صحيفة يدعوت أحلانوت العبرية. قالت بأن جنود الاحتلال وقعوا في ورطة بجنين نتيجة الضربة القاسية التي تعرضت لها المنظومة الأمنية الإسرائيلية بعد تفجير العبوات الناسفة وإصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح. كما قالت الصحيفة وانتقدت الوقت الطويل الذي استغرقه جيش الاحتلال في إخلاء المصابين من أجل أن يخلوا مصابيهم، يعني استمر الأمر عدة ساعات بالإضافة إلى ضربة أخرى تلقوها بإصابة طائرة أباتشي أيضا أصيبت برصاص المقاومين. يعني الصحف العبرية كتبت عن الورطة التي تورط بها جيش الاحتلال في جنين، إن دل على شيء ربما سيكون دلالة واضحة أن هناك تطورا نوعيا في الأداء بجنين، بالإضافة إلى عنصر المباغتة في الكمين، وهذا ما كتبت عنه الصحف أيضا، حيث كانت قوات الاحتلال تستعد للخروج من جنين بعد تنفيذ عمليتها بالاعتقال، ثم تفاجأت بتفجير العبوة التي وصفها الاحتلال بنفسه بالعبوة النوعية. طبعا المقاومة كتبت وسطرت ملحمة جديدة، 10 ساعات من الاشتباك والاحتلال ينسحب من جنين يجر الخيبة بآلياته المعطوبة. كانت هذه الآليات المعطوبة يعني هي عنوان الشاشات وعنوان مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي. 7 ناقلات جند ومركبات تعرضت للعطب بعد تفجير عبوات ناسفة فيها خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم، وطبعا بعد أن سحبها الاحتلال إلى خارج المخيم، لكن استغرقت العملية عدة ساعات. هذه المعركة قالت المقاومة أنها لن تكون الأخيرة، بل على العدو أن ينتظر المزيد طالما استمرت سياسة الاغتيالات. هذا ما أعلنت عنه سرايا القدس، وتحديدا المتحدث العسكري لسرايا القدس قال إن الفعل البطولي لأبطال سرايا القدس في كتيبة جنين صباح الأمس يعكس العجز الصهيوني أمام حجم الإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح وطريق الجهاد حتى دحر الاحتلال عن فلسطين الطاهرة من بحرها إلى نهرها، وتوعدت المقاومة بالمزيد.
البيت لنا وغدا القدس ستجمعنا وإليها معا سنعود غدا عنها لا غاصب يمنعنا الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا وإليها معا سنعود غدا. طبعا الاحتلال بعد أن جر الآليات المعطوبة وبعد أن جر خيبته من جنين وورطته الكبيرة التي تورطها داخل جنين، لأن جنين المعادلة فيها مختلفة، جنين الرقم الصعب والمعادلة الصعبة، كل شيء يختلف في جنين، كل شيء يجب أن يعيد حساباته ألف مرة قبل أن يفكر أن يقتحم أو أن يجتاح جنين. هذا الدرس القاسي للاحتلال بالأمس في جنين، ربما سيبيت لجنين وأهل جنين معركة أخرى كبيرة. الشباك لا يحبذ الشباك هذه المعركة، لكن هناك أصوات كثيرة من داخل الحكومة الإسرائيلية وخاصة هؤلاء الوزراء الذين دائما ينطقون بعنصرية وبتصريحات متطرفة وتحريضية على الفلسطينيين، من ضمنهم سموتريتش وأيضا بنغافير، الذين يؤيدون أن يكون هناك عملية واسعة شمال الضفة. نحن لا نعلم ما الذي سينتظر شمال الضفة سواء جنين أو نابلس، لكن نعلم أن هناك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليها. في جنين هناك البطولة الباسلة وهناك المعركة التي لا تنتهي. وطبعا الطواقم الصحفية كانت تحت مرمى النيران والاستهداف مرة أخرى وثالثة ورابعة من قبل الاحتلال. هذا هو الزميل حازم ناصر الذي أصيب برصاصة في الخاصرة مستهدفا من قبل الاحتلال، حيث أجريت له عملية عاجلة في مستشفى جنين الحكومي لينقل لاحقا إلى مستشفى النجاح بنابلس. نتمنى السلامة للزميل حازم ناصر الذي قطع أمتارا وهو يركض من حرارة الروح ويضع يده على جنبه بعد أن أصيب برصاصة في الخاصرة. شلحوا بسرعة. هاي صحفي هذا حازم. أول مرة كان القبيل والرجل. هذا خلاص وقف الجب. وقف الطخ. أبعدنا في زملاء صاروا ظهر عمارة فرحت أنا أطلع معهم
صار طخ علي أربع خمس ساعات صابني لما صابني بعد ما صابني رايح أبتل عند إسعاف برضو صار طخ علي كنت أشوف مش صار على الأرض أضرب فيه كاد على الأرض أنت لابس أواعي الصحاب كل شيء بعد هذا كله وبعد كل هذه الأحداث في جنين ومخيمها بالأمس ليلا حدث أمر مفاجئ في المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال قامت بإخلاء المسجد الأقصى المبارك بكل من يتواجد به، اقتحمت المسجد الأقصى، اعتقلت حراسا وعددا من الشبان وقامت بطرد المعتكفين، حيث بالليلة وبشكل مفاجئ. ونحن نعلم أنه بالأول من ذي الحجة وبالعشر الأوائل من ذي الحجة هناك اعتكاف يحدث في هذه الأيام الفضيلة المباركة داخل المسجد الأقصى المبارك، لكن الاحتلال بشكل مباغت ومفاجئ قام بإخراج الجميع وحتى الحراس قام بطردهم من المسجد الأقصى المبارك، داهم المصلى القبلي وقام بطرد المعتكفين منه، كما اعتقلوا حراسا وثلاثة أطفال. ما الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك؟ مزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي زميلنا الصحفي من القدس منير الغول. منير صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير لك ولكل من يسمع ويتابع الوطن. تحياتي لك. إذن بشكل مباغت بالأمس مساء قامت قوات الاحتلال بطرد كل من يتواجد داخل المسجد الأقصى وطرد المعتكفين من القبلي. ما الذي جرى بالضبط منير؟ وهل بالعادة أن يحدث هذا الأمر في الأول من ذي الحجة، وهو معروف أن العشر الأوائل من ذي الحجة يعني هناك يحدث اعتكاف داخل المسجد الأقصى؟ نعم، هي مناسبة دينية خالصة للمسلمين للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك احتفالا بهذه الأيام العظيمة، ولكن الاحتلال لا يروق له أن يرى مناسباتنا الدينية وقد مضت على خير وسلام وبأمان، وبالتالي يحاول دائما التنغيص على المصلين المرابطين. الأمر تجاوز المصلين والمرابطين وخصوصا المرابطات القادمات من شمال الضفة الغربية، حيث أمضينا الليل بلا مأوى لحين تدخل عدد من شبان القدس الذين وفروا مأوى حتى ساعات الصباح ولأداء صلاة الفجر. الأمر تجاوز المرابطين والمصلين وتعدى ذلك إلى فرض أيضا الحراس. سابقة خطيرة تحدث للمرة الأولى في المسجد الأقصى المبارك تفريغ بشكل كامل. هذه السياسة هي سياسة استراتيجية ممنهجة يتبعها الاحتلال لأول مرة. صحيح منير، هي سابقة لم تحدث من قبل أنه حتى الحراس يقوم بطرده. نعم. نعم. نعم نعم، هذه سابقة أن يطرد الحراس لأول مرة، تم السماح لهم بالعودة قبل حلول موعد صلاة الفجر، ولكن هذا التصرف وهذه السياسة خطيرة جدا. كنت أتحدث عن أنها سياسة مبرمجة ممنهجة من أجل فرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك. ونحن نتحدث معك الآن طبعا تتواصل عمليات الاقتحام، وفي ساعات الصباح الباكر تم منع المرابطة المقدسية هنادي الحلواني من دخول المسجد الأقصى وتم تسليمها استدعاء للتحقيق، والآن نشاهد عدد من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون أيضا صلوات تلمودية خلال الاقتحام. ما يهمنا في هذا الموضوع أن التخطيط المرحلي للمستوطنين وجماعات ما تسمى الهيكل هو إيجاد منطقة معزولة قرب مصلى باب الرحمة لتطويقها وتسييجها وعزلها عن سائر القطعة الخاصة بالمسجد الأقصى المبارك لتحويلها إلى مزار التقاء للسياح بداية، ومن ثم إلى معبد وهيكل تمهيدي لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك ومحاولة خلق الهيكل المزور. نعم، هذا المؤشر الخطير بالأمس على ماذا يدل منير؟ وخاصة أن البعض قال أنه هذه الفترة التي أخلي فيها الجميع من المسجد الأقصى المبارك نحن لا نعلم ما الذي فعلته شرطة الاحتلال بالداخل.
نعم هناك سوابق مثل هبة باب الرحمة والأحداث التي نتذكرها جيدا عندما كانت شرطة الاحتلال أيضا تغلق المسجد الأقصى المبارك كاملا، وكان هناك حراس يتواجدون داخل ساحات المسجد ولكن كانت الشرطة تمنحهم من الدخول إلى المصلى القبلي أو مصلى باب الرحمة أو إلى قبة الصخرة المشرفة، وبالتالي يمكن أن تقوم شرطة الاحتلال بتركيب كاميرات خفية بزرع فسيفساء صغيرة للادعاء مستقبلا أن هذا تراث يهودي. طبعا في كل عمليات التنقيب والآثار والبحث التي قامت بها إسرائيل جاهدة منذ احتلالها مدينة القدس العام 1967 لم تعثر على أي أثر يهودي، كل الأثار إسلامية عربية كنعانية تؤدي حقيقة إلى خلاصة واحدة، ولا يمكن أن تكون هناك مرجعية أخرى أن هذه الأرض فلسطينية عربية قومية، وبالتالي تحاول إسرائيل جاهدة بكل الوسائل من خلال عمليات التنقيب عن الأثار هذه الأيام في كل المواقع أن تجد طرف خيط يؤدي بها إلى تصديق روايتها الثورتية أمام العالم، وهذا يبدو مستحيلا. من هنا نجد هذه الممارسات الإسرائيلية غير المبررة ومحاولة فرض الأمر الواقع. نعم يعني للآن لم يعرف السبب الحقيقي وراء إذن ما الذي حدث بالأمس، يعني هذه الخطوة المباغتة من قبل سلطات الاحتلال. لا هي خطوة ممنهجة مبرمجة كما ذكرت في البداية، إسرائيل وشرطتها لا تريد للمسلمين أن يحتفلوا بهدوء بمناسباتهم الدينية، وبالتالي عندما يتم الحديث عن احتكاك داخل المسجد الأقصى المبارك يتقدمون ويقتحمون المسجد ويطردون كل من يتواجد في المسجد الأقصى المبارك. نأخذ بعين الاعتبار أيضا المضايقات اليومية التي تفرضها سلطات الاحتلال، وخصوصا عندما يكون هناك صلوات للكهنة في حائط البراق يتم الطلب من دائرة الأوقاف الإسلامية بإخفاض صوت الأذان أو منع رفع الأذان كما يحصل في عيد الغفران لدى اليهود، محاولات التضييق مستمرة، وبالتالي المسجد الأقصى المبارك أصبح هدفا استراتيجيا لدى الإسرائيليين في محاولة للسيطرة عليه بشكل كامل وإقامة المعبد والهيكل المزعوم، وبالتالي لا نفاجأ دائما من هذه الممارسات وهذه السياسات من الاعتقال والإبعاد والطرد وتوجيه الاستدعاءات للمرابطين والمرابطات، كل ذلك بهدف إخلاء المسجد الأقصى المبارك من المصلين وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الصلوات التلمودية واقتحامات المستوطنين. شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي منير الغول، تحياتي لك، حدثنا عن آخر التطورات في القدس. الأقصى الأقصى إحنا والله رجال، ومهما بيكسى هالظالم بفعاله. الأقصى الأقصى إحنا والله رجال، مهما بيكسى الظالم بفعاله. لا للتكسير الزمالي، لا للتكسير المكاري، لا للتكسير الزمالي، لا للتكسير المكاري. قبلتنا الأولى ومصرانا بتراب ومزروعين، قبلتنا الأولى ومصرانا بتراب ومزروعين. الله 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 ومعانا الله، الله 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 ومعانا الله، ومرابطين لا يوم الدين، ومرابطين لا يوم الدين، ومرابطين لا يوم الدين. طيب إذن نتابع معكم تبعات هذه المعركة في جنين، وأيضا طبعا كانت السلطة وعلى لسان قياداتها قد أعلنت عن أنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية مع الاحتلال، وذلك بعد قرار حكومة الاحتلال توسيع الاستيطان وإعطاء صلاحيات لسموتريتش في
في ذلك. هذا قبل يوم من معركة جنين بالأمس، له ما له من تداعيات طبعا خطيرة جدا هذا القرار الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال. لكن رد السلطة كان بمقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية، كما كتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، قال قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع إسرائيل. نتابع مزيد من التفاصيل وتبعات كل ما يجري مع ضيفنا عبر سكايب الأستاذ خليل شاهين، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ خليل، صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور. إذن يعني بعد يوم من قرار حكومة الاحتلال تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، جاءت بالأمس معركة جنين أيضا التي لم يحسب لها حساب الاحتلال، والذي قال أنه بالفعل وقع في ورطة في جنين. لنبدأ أولا من آخر المستجدات عن ما حدث بالأمس في جنين، ثم نعود إلى موقف السلطة وقرار حكومة الاحتلال بالاستيطان. بالأمس سطرت المقاومة يعني معركة على لسان الجميع هي نوعية ولم تكن متوقعة، فكيف ممكن أن نصف ما جرى بالأمس؟ يعني بالتأكيد ما جرى بالأمس يعتبر تحول نوعي في الجانب الفلسطيني، حيث أن ما حدث أظهر بأن قدرات المقاومة تتطور باستمرار، وأن المجموعات المقاومة تقوم باستمرار باستخلاص الدروس من تجارب العمليات الاقتحام والاغتيالات الشبه اليومية، وكذلك سواء يعني لزيادة رقعة انتشار هذه المجموعات جغرافيا، انضمام المزيد من الشبان، التدريب أكثر على القدرات القتالية، تحسن في التخطيط، تحسن في عملية الرصد كما شاهدنا يوم أمس في رصد مسارات دخول وخروج العربات العسكرية واستخدام العبوات أخيرا وتطوير هذه العبوات بشكل لافت. لذلك أعتقد أن هذا الأمر هو الذي أثار في المقابل القلق لدى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي سجلت إخفاقات متتالية يوم أمس، إخفاق في الجانب الاستخباري حيث لم يتم توقع إمكانية استخدام العبوات بهذه يعني الطريقة، الاستخفاف بقدرات المقاومة ولا تعامل وكأن الدخول لاعتقال ناشطين سيكون نزهة يعني في مدينة جنين، وعدم التنبؤ هذا المسار في تطور القدرات النوعية للمقاومة، ليس فقط في استخدام العبوات بل وكذلك في التخطيط المسبق، في التنسيق المشترك بين المجموعات من مختلف يعني الانتماءات، وكذلك في التطور المتعلق باستخدام العبوات، رغم أن هناك مؤشرات كانت حاضرة طيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية الفترة الماضية تشير إلى أن هذا التطور يعني قائم. لذلك شهدنا هذا التخبط الناجم عن الصدمة لدى الجانب الإسرائيلي بشأن يعني ما حدث، تدبير يعني أو إعطاء 5 عربات عسكرية، عدد من الجرحى في جنود الاحتلال وهي مسألة حساسة لدى الجانب الإسرائيلي، كل ذلك يشير إلى أننا فعلا كما يقول بعض المحللين الإسرائيليين انتقلنا إلى مرحلة نوعية. لا يجب في المقابل أن نستكين إلى هذا التطور في قدرات المجموعات المقاومة وأن نقوم بإلقاء يعني كل البيض في سلة المقاومين، هذا الجانب مهم ولكنه لا يجب أن لا يدعو للاسترخاء بل إلى تطوير عناصر النهوض الفلسطيني الداعمة للمواجهة التي ربما أن تتسع خلال الفترة القادمة إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ عمليات اغتيال جديدة تستهدف الشباب المقاومين، أو حتى إذا ما اضطر نتنياهو تحت الضغوط الخارجية للذهاب إلى عملية يعني محدودة في جنين ونابلس. هذا العدوان على جنين جاء بعد يوم من قرار حكومة الاحتلال تسريع مراحل النمو الاستيطاني، وهو قرار خطير جدا، وتفويض سموتريتش بالتصديق على ذلك. القيادة الفلسطينية قالت أنها ردا على هذا القرار ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، وأيضا ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. ما الذي نفهمه من هذا أستاذ خليل؟
يعني اولا لا ينبغي ان يكون ما يحدث فيما يتعلق بالاجراءات الخاصه بالضم والاستيطان مفاجئا، اذ ان كل ذلك مذكور في البنود الاتفاقيات الائتلافيه التي وقعها الليكود مع شركائه وخاصه حزبي الصهيونيه الدينيه والقوى اليهوديه بزعامه سموتريتش وبنغفير. لا يوجد جديد في ذلك، الجديد هو اقرارها. ولكن اعتقد ان المغزى الاهم فيما يتعلق بتسريع وتوسيع الاستيطان وتفويض سموتريتش باتخاذ القرارات ذات العلاقة هو أن الضم أصبح أمرا واقعا، بمعنى أنه القرار السياسي وإن كان لم يعلن هو استمرار عمليات الضم، وخاصة في المنطقة المصنفة جيم التي تشكل مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية. ما سيحدث خلال الفترة القادمة بفعل هذا القرار هو تسريع عمليات يعني الاستيلاء على الأراضي، توسيع الاستيطان، استمرار الورشة واسعة النطاق في البنية التحتية لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية ببعضها وربطها أيضا بالداخل الفلسطيني. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر هو أن نتنياهو على ما يبدو يعتقد أن المرحلة الحالية توفر فرصة ذهبية بالنسبة له لابتزاز الإدارة الأمريكية على الحد الأقصى الذي يمكنه أن يفعل ذلك في ملفين. الملف الأول هو المتعلق يعني بالاستيطان، والملف الآخر المتعلق بالعمليات العدوانية والدموية في الضفة الغربية، بمعنى أنه يرى أن إدارة بايدن بحاجة إلى شراء صمت حكومة نتنياهو على إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أمريكي إيراني بشأن البرنامج النووي الإيراني، حتى ولو كان اتفاق محدود. لذلك هو يعني يقوم بالمشاغبة يعني على الإدارة الأمريكية لكي يعني على الأقل يدفعها للصمت إن لم يكن التواطؤ فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تنفذ في الضفة الغربية أو فيما يتعلق بموضوع الاستيطان. الرد الأمريكي على بالمناسبة جاء يعني متماشيا مع ذلك، يعني هناك رد باهت وضعيف ويقرب إلى التواطؤ فيما يتعلق بالتعليق على المجزرة الدموية التي ارتكبت في جنين أمس، وكذلك فيما يتعلق بالاستيطان. إذا أن هذه الإدارة لا تعارض الاستيطان من حيث المبدأ، هي لا تريد البناء الاستيطاني خارج المستوطنات يعني القائمة، فضلا عن موقفها الذي ورثته من إدارة ترامب باعتبار القدس بشطريها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال. الجانب الأخير هو المتعلق بالرد الفلسطيني. يعني أنا برأيي أن ما أعلن بشأن مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا يفضح موقف السلطة الفلسطينية، ورئيس الوزراء الفلسطيني كان قد وقف يعني في الشقة التي تعرضت للتفجير في رام الله تحت قبل 10 أيام، وقال بأن ما يجري في الضفة الغربية هو إعادة احتلال. الجانب الآخر قال أمام الكاميرات بأنه لا يوجد أي اتصالات أو علاقات مع إسرائيل. يأتي الموقف الذي سمعناه ليشير طيب عند هذه النقطة تحديدا عند هذه النقطة تحديدا أستاذ خليل، ونود لو نفهم أكثر مغزى هذه النقطة، هل قرار مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا معناه أنه كان هناك علاقات بين الطرفين، حيث أننا ما يشاع أو ما كان مشاع أنه لا يوجد علاقات بين الطرفين أو توقفت العلاقات، لكن عند قرار المقاطعة هل معناها أنه كان هناك علاقات لو على المستوى الاقتصادي بين الطرفين؟ يعني أنتم في وسائل الإعلام ونحن لم نعرف أن هناك لقاء إلا عندما تم الإعلان عن مقاطعته، يعني بمعنى أن هناك اتصالات، لا يجري ترتيب هذه يعني عقد هذه اللقاءات بشكل مفاجئ وبدون يعني ترتيب مسبق. وبالمناسبة بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى أن الطرف الذي كان سيحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية من الجانب الإسرائيلي هو سموتريتش نفسه باعتباره وزير المال، يعني إضافة إلى مسؤولين يعني آخرين. ولكن بالعودة يعني إلى يعني موضوع التنسيق المشترك، هناك اجتماع حدث في بروكسل على ما يبدو يعني لاجتماع لجنة تنسيق المساعدات للفلسطينيين بمشاركة إسرائيل بطبيعة الحال يعني قبل نحو شهر، وهناك سلسلة من النقاط التي جرى يعني التطرق إليها في هذا الاجتماع، وهي معلنة بالمناسبة وليست يعني سرية، ولكن السلطة تفضل الصمت ولا تشير إليها لأنها تعني إعادة فتح يعني النقاش بروتوكول باريس الاقتصادي وإدخال بعض التعديلات عليه بما يعزز يعني قدرات السلطة الاقتصادية. هناك سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، كل ذلك يشير إلى أن الأمور تجري في العلاقة ما بين السلطة وإسرائيل وكأن شيئا لا
يحدث، خارج هذا النطاق، فيما يتعلق بالاستيطان، التهويد، الهجمة على المقدسات، عمليات القتل والاعتماد وغير ذلك. وهو الأمر الذي يعني يحيرنا فيما يتعلق بطبيعة القرارات التي يعني تجري دراستها، لأننا لا لسنا بحاجة يعني إلى دراسة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ. فهناك قرارات صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير منذ العام 2015، يعني منذ 8 سنوات، دون أن تنفذ. فقط المطلوب هو البدء بشكل تدريجي بتنفيذ هذه القرارات، العودة مرة أخرى للحديث عن دراسة القرارات والإجراءات الممكنة. أعتقد هو يعني مجرد الإلهاء، طالما استمرت السياسة الفعلية للسلطة هي سياسة البقاء، أي بقاء السلطة يعني الفلسطينية. وهذه السياسة في الواقع لا يمكن إلا أن تتنفس من رئتي العلاقة مع الاحتلال بالمعنى الاقتصادي وبالمعنى الأمني. غريب أستاذ خليل أنه قيلت أن الجملة من الإجراءات والقرارات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، يعني ليست جملة من القرارات يعني تتعلق بوضعنا لوضع حد لما يجري إلى العلاقة مع إسرائيل. وهذه قيلت قبل سنوات، يبدو أنها يعني جملة مكررة، لكن المختلف الآن هو مراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية. فاليوم ليس مثل الأمس، والأمس ليس مثل قبل سنة، هناك متغيرات لا يمكن أن تتحدث به عندها بنفس الصيغة من التصريحات. يعني كمان إضافة إلى ما ذكرتيه، يعني يجب أن نلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية الحالية يوجد فيها وزراء لا يعتقدون أن هناك حاجة لوجود السلطة أصلا، لذلك هم مستعدين للذهاب بعيدا في ممارسة الضغط الاقتصادي يعني على السلطة. كيف يمكن البحث في ترتيبات اقتصادية جديدة بينما تقول السلطة يعني كل يوم، بما في ذلك في بيان مجلس الوزراء يوم أمس، أن إسرائيل يعني تحتجز شهريا أكثر من 260 مليون شيكل من أموال المقاصة. كيف يمكن البحث في موضوع تطوير حق المارين على الغاز على سبيل المثال، وإسرائيل سيكون لديها يد في هذا الأمر وهي تحتجز الأموال؟ يعني كل ما يأتي للسلطة تحتجز يعني إسرائيل. عمليا أنا لا أعتقد أن السلطة يمكنها التحول بانعطافة باتجاه مثل هذه الخيارات المتعلقة بعرض النظر في العلاقة مع إسرائيل دون أن تغير نفسها. يعني لا بد من اتخاذ إجراءات لتغيير شكل ووظائف السلطة الفلسطينية. لا يمكن إعادة البحث على قاعدة اتفاق باريس على سبيل المثال، بينما هناك قرار سابق أكدت عليه حتى الحكومة الحالية بالانفكاك الاقتصادي عن العلاقة مع دولة الاحتلال، وليس إعادة بحث ترتيبات تعيد تعميق العلاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي. هذا لن يقودنا إلى أي مكان سوى يعني منح إسرائيل ما تحتاجه من وقت ومقررات للاستقرار في ذات السياسة، إعطاء السلطة الفلسطينية وإبقائها على قيد الحياة وقادر على ضبط الأوضاع في داخل المنطقة المصنفة ألف فقط، وليس قادر على مواجهة إسرائيل. المطلوب العودة مرة أخرى لاستقرار العوامل الفلسطينية الداخلية، وأهمها إذا لم يكن ممكن استعادة الوحدة الوطنية على المستوى السياسي الأعلى، فيجب المبادرة حاليا بمؤسسة الوحدة الميدانية من جميع الأقطاب الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية، والاتفاق على استراتيجية لمقاومة الاحتلال. ربما يعني كما تريد الفصائل تكون المقاومة الشعبية هي يعني جوهرها، لكن هذه المهمة هي التي يمكن أن تدفع باتجاه يعني دفع إسرائيل للإدراك بأن هناك تغييرا أيضا في المقابل على الجهة الفلسطينية. ولذلك هذا يتطلب تعديلا في السياسة الاقتصادية، عدالة اجتماعية يعني أكثر، تركيز الجهود على تحويل سياسات السلطة إلى سياسات داعمة للصمود الفلسطيني، سلطة مجاورة للمقاومة وليست متناقضة مع المقاومة الفلسطينية. هذه الخيارات هي خيارات مواجهة وليست خيارات يعني تنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي، وسيكون لها ثمن. ولكي نكون جاهزين لدفع الثمن فيما يتعلق بتشكيلة وتركيبة ودور السلطة الفلسطينية، يجب اتخاذ إجراءات تشكل وظائف السلطة الفلسطينية تعزز المناعة الفلسطينية الداخلية والقدرة على مواجهة أي ضغوط قد تمارس على الفلسطينيين. أخيرا يجب الإقلاع تماما عن الانغماس في المقاربة الأمنية التي طرحتها وضغطت اتجاهها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال اجتماعي العقبة وشرم الشيخ. يجب عدم العودة مرة أخرى للتعامل مع مثل هذه المقاربة الأمنية، لأنها هي ما يريده يعني نتنياهو، وهي أيضا يعني تبعد المجتمع الدولي عن التركيز على الأسباب السياسية الحقيقية لكل ما يجري وهو بقاء الاحتلال على الأرض الفلسطينية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خليل شاهين الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب، تحياتي شكرا جزيلا. سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم، الحق سلاحي وأقاوم. نتوقف عند فاصل قصير ونعود، تفضلوا بالبقاء معنا. أستسلم لن أرضخ، وعليك بلادي لأساوم، بيتي هنا أرضي هنا، بحر السهل النهر لنا، وكيف بوجه النار أسالم، سأقاوم، الحق سلاحي وأقاوم، أنا فوق جراحي سأقاوم، أنا لن أستسلم لن أرضخ، وعليك. حبيت كيف وانا قاعد في البيت سرعة وطاير وعليت، والنت مكفينا مكفينا، وشو صار مش طالع انا بالدار، الفايبر سرعته نار، انا والعيل باجواء السرعة جلينا، ويلا نعيش مع مالت الجيجا فايبر، يلا نعيش على السرعة، أجواء السرعة بتفرق مع مالت الجيجا فايبر. في البيت عيش أعلى سرعة إنترنت بتكفي كل العيلة مع بالت الجيجا فايبر، أسرع إنترنت منزلي. للإشتراك زوروا أحد معارض بالت وجوال أو الموزعين المعتمدين أو الاتصال على 199، خاضع للإمكانية الفنية. قشطة يا عم سمعني كلام، ونهارك فل يا سيد الكل، كل حدا بتشوفه ببالة، جبالك قشطة من البنار أخطر من يلي ببالة، القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا ودقنا ويا ما جربنا بس هيود عربي، دوق دوق القشطة دوق، يا عيني يا عيني على القشطة دوق، دوق القشطة دوق، يا ليلي يا ليلي على القشطة دوق. القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى، البينار اختيار كل الدار. جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات، جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات، يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير، توفير 22 حلمك صار بالإيد، توفير 22 ربحك مش بعيد، توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت، افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر، أو غذي حسابك الحالي لتدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى. للمزيد www.islamicbank.ps، البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. أهلا بكم من جديد، تحياتنا لكل المتابعين والمشاهدين معنا أينما كنتم عبر شبكة وطن الإعلامية، نتواصل معكم في هذه الحلقة وهذه التغطية لأبرز طبعا الأحداث والتطورات، والتي كان عنوانها بالأمس معركة مخيم جنين. أيضا موضوع الأسرى وتحديدا الأسير وليد دقة، وبعد أن أجلت لجنة الإفراج
البت في أمره. وهذا التأجيل بمعنى الإعدام كما تقول عائلة الأسير وليد دقة. ما معنى أن تؤجل البت في أمر أسير مريض؟ يعني كل ثانية تمر، وبالمعنى الحرفي كل ثانية تمر، هي بالنسبة لوضعه الصحي مأساة وكارثة. لكن هكذا يريد الاحتلال، التسويف والمماطلة حتى نصل إلى النتيجة التي يريدها والنتيجة المعروفة. بالأمس شارك مواطنون وأهالي أسرى في اعتصام نظمته القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، وذلك مساندة لجنين التي تعرضت لعدوان احتلالي بشع، وأيضا دعما للأسرى الذين أعيد اعتقالهم في عام 2014، الأسرى أسرى صفقة الأحرار. كان عنوان هذا الاعتصام: من رام الله لا جنين، أسرانا هم العناوين. شهداء وعشرات الجرحى، حصيلة عدوان إسرائيلي جديد على جنين ومخيمها صباح اليوم. اشتباكات عنيفة شهدها المخيم بين المقاومين وقوات الاحتلال، وبالتزامن مع ذكرى إعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، نظمت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله اعتصاما مساندا لجنين ومخيمها ودعما للأسرى في سجون الاحتلال. أي ما جرى في جنين اليوم هو حرب عدوانية آثمة تمارسها وتشنها دولة الاحتلال بهدف تركيع الشعب الفلسطيني والنيل من إرادته. والجمع بين عنوان الشهداء وما جرى في جنين اليوم والأسرى هو بالتأكيد تأكيد على أن الشعب الفلسطيني يسير خلف قضية الأسرى وخلف قضية الشهداء. أنا بطلب من الشعب الفلسطيني يخرج، ما يظلش في حالة الركود، يخرج من بيته، من محله، من مؤسسة. كل هذا المؤسسات الفلسطينية الوطنية المدنية العسكرية كله يخرج يعبر عن الظلم اللي احنا فيه. من رام الله لا جنين، ومن رام الله لا جنين، أسرانا هم العناوين، أسرانا هم العناوين. تعالت أصوات المشاركين في الاعتصام غضبا على جريمة الاحتلال في جنين، ورفعوا صور أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين أعيد اعتقالهم قبل 9 سنوات، مطالبين الوسيط المصري بالتدخل للإفراج عنهم. حقيقة أنا منذ الصباح بتابع أحداث اللي بيحدث على جنين، وكان من طرفي اتصال في نادي الأسير لدمج هذا العمل. يعني لا يجوز أن نتحدث عن أسرى نطالب بإطلاق سراحهم وجنين تحت الضرب من قبل الاحتلال، طيارات تضرب فيهم. هذا عدوان الاحتلال على جنين، هو عدوان على الشعب الفلسطيني، عدوان على الأسرى، عدوان على العالم العربي. لا يجوز أن نسكت، نحن كشعب فلسطيني يجب أن نقف إلى جانبه. إحنا صراحة إذا بنطالب أحد فبنطالب أكثر حدا الجانب المصري اللي كان راعي لها الاتفاق، اتفاق الصفقة، صفقة وفاء الأحرار، إنه لازم يتحرك. يعني أسرى صفقة وفاء الأحرار إلهم 10 سنوات، هذا أعيد اعتقالهم يعني من قبل أمضوا تقريبا أنا زوجي 17 عام ومن الأسرى من أمضى 20 و30 عام. استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال يتطلب تكاتفا ووحدة فلسطينية. طبعا هذا جزء من المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني. هؤلاء الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة وفاء الأحرار، ها هم اليوم يعيشون سنوات في الاعتقال منذ العام 2014 لأنه أعيد اعتقالهم. كثير من الاتفاقيات ومن الأمور الاحتلال الذي طبعا انتهكها الاحتلال، لكن قضية الأسرى يجب أن تبقى دائما بعنوان للجميع. حتى أهالي الأسرى في اعتصامهم بالأمس ربطوا
قضية الأسرى بما يحدث من عدوان على جنين، يعني كل المأساة التي تعانيها أسر الأسرى، إلى أنهم طبعا ربطوا هذا العنوان وهذا الاعتصام بما حدث وما جرى من عدوان على جنين. هذه كانت فيما يتعلق بالأسرى. أيضا فيما يتعلق بالأسير وليد دقة الذي لا يزال داخل مستشفى السجن يعاني من مرض نادر من السرطان، وترفض سلطات الاحتلال أيضا الإفراج عن وليد الدقة، تؤجل في كل مرة البت في أمره وفي الإفراج عنه. وطبعا هناك دعوات دائما من قبل الحملة الخاصة للإفراج عن الأسير وليد الدقة ومن قبل عائلة الأسير وليد الدقة بأن يكون هناك دائما دعم وإسناد للأسير من أجل الإفراج عنه، لأنه بالضغط وبالدعم وبالإسناد ممكن أن يتم الإفراج عنه. نحن لا نخشى الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى، ليس بعد الليل إلا. طلبت جامعة بيرزيت يعلنون اليوم تعليق الدوام احتجاجا على اعتقال وتوقيف المرشح لرئاسة مجلس طلبة جامعة بيرزيت، حيث تم اعتقاله من أمام منزله. عبد المجيد حسن، النيابة قررت تمديد توقيفه 48 ساعة. وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قد اعتقلت الطالب عبد المجيد حسن من منزله في منطقة عين مصباح بمدينة رام الله الليلة قبل الماضية، بعد أن اعتدت عليه وعلى شقيقه ورشتهما بغاز الفلفل كما تقول العائلة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قال أنه يتابع بقلق الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المرشح لرئاسة مجلس طلبة جامعة بيرزيت، والاعتداء عليه بالضرب أمام منزله ورشه وشقيقه بالغاز قبيل موعد تشكيل مجلس الطلبة بعدة أيام. وجاءت أيضا هذه حادثة الاعتقال والتوقيف بعد يوم من مؤتمر صحفي عقدته الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت تطالب فيه بتطبيق قرارات القضاء بالإفراج عن الطلاب الذين اعتقلتهم أو أوقفتهم الأجهزة الأمنية من الكتلة الإسلامية، وخاصة بعد أن تبين تعرض أحدهم للإهانة والتعذيب. وكانت الهيئة الخاصة بحقوق المستقلة بحقوق الإنسان قد طالبت أيضا بالإفراج عن الطلاب المعتقلين ووقف سياسة اعتقال الطلبة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أيضا طبعا قال أنه بعد استنادا لتحقيقاته في حوالي الساعة 10 من مساء أمس الأحد، قامت قوة أمنية فلسطينية بمداهمة منزل الطالب الجامعي عبد المجيد حسن في عين مصباح، وانتشرت في محيطه، ولدى خروجه من المنزل انقض عليه أفراد القوة الأمنية وحاولوا السيطرة عليه واعتدوا عليه بالضرب وأدخلوه في سيارة تابعة لهم واقتادوه معهم. ونقل المركز عن شقيقته شذا بأن أفراد القوة الأمنية قاموا برشه بالفلفل الحار في وجهه وضربوه بالهروات. وأيضا أضافت شقيقته أنه قام أحد أفراد القوة برشه بغاز الفلفل ما أدى لتضرر في عينيه. انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بتاريخ 14/6 طالبا آخر في نفس الجامعة وهو عبد الغني عوني فارس من منزله بمدينة رام الله، ومددت اعتقاله 5 أيام على ذمة التحقيق.
الدقيق. طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، عربي بينعم بالحرية بس بشرط يكون مطاطي. لازم تركب على الخازوق بتقول لك سبحان العاطي. طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، طاطي 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 انت بوطن ديمقراطي، عربي بينعم بالحرية بس بشرط يكون مطاطي. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة وهذا اللقاء لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله تعالى غدا بملفات وقضايا وتغطيات جديدة. كونوا دائما معنا على الموعد. شكرا لكم على المتابعة وشكرا لزملائي في الكنترول. إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا ستة سبعة بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة التاسعة صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية جوال وبالتل. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة. شركة فلسطين للاستثمار الصناعي. شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعة أطيب. شركة البنار لمنتجات الألبان. البنار اختيار كل الدار.